خلينا انا مش عاوز اشوف شكل المش تيجي من هنا اللي هو كالكوليشن موديل او كالكوليشن موديل تشيله خلاص. هو كده شال موضوع الايه، موضوع المش، فضل معاك الدايفرام. لو انت عاوز تشيل شكل الدايفرام زي ما قلنا قبل كده، كليك يمين ديسبلاي وتيجي على الموديل وتقول له الدايفرامات بتاعتي انا ايه، انا مش عاوزها. فين اهوت من الموديل زي ما قلنا بنقول ان الموديل وريجيد لينك اند دايفرامز، تيجي تقول له انا مش عاوز اشوف شكل الايه، شكل الدايفرام، وتقول له ابلاي اوكي. تمام، يبقى انت كده ما انتش شايف شكل الدايفرام، وادي الموديل بتاعك بشكل طبيعي جدا. تبتدي بقى دلوقتي تقول له results advanced model analysis. تمام، او كليك يمين كليك يمين تيبلز، ومن التيبلز تروح على ايه، تروح على الموديل اناليسيس. ماشي، تقول له اوكي. يبتدي هنا يفتح لك الموديل اناليسيس بتاعتك. انا عاوز اشوف نتيجة انهي كيس، انا عاوز اشوف نتيجة الحالة اللي هي الموديل. تمام، ادي ده الفاليوز بتاعتك زي ما انت شايف كده. اهم حاجه ده الموديل وده سي كيو سي. تمام، ادي هنا تختار الدور بتاعك. ماشي، ومن الدور تبتدي تشوف الحاجه اللي انت عاوزها. ده الروف، وادي ده الفيرست. ماشي، عندك هنا بقى حاجه مهمه جدا اللي هو مين، اللي هو ده البيريود، الزمن، الزمن الدوري بتاعك. وادي عندك ده الريلاتيف ماس. تمام، في اليو اكس واليو واليو واي اللي بناء عليه بتبتدي تحدد حضرتك انت دلوقتي عاوز اوصل لحد 90%. بعد 90% مش عاوز مود تاني، فتلاقي اللي هو مين، اللي هو المود التالت. المود التالت ده 96 وده 97. تمام، طبعا المودز والكلام دوت في فيلا دورين هتبقى الموضوع مش ممتع، الموضوع بيبقى سيمبل، ولكن في المبنى اللي هو الخمستاشر دور اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله هيكون الموضوع كبير، والموضوع فيه مودز كتيرة وفيه ترايلز وفيه حاجات احسن من كده وشيقة اكتر. تمام، بعد كده عندك اللي هو السيركمستانس ماس، واللي منه بتحدد هو المود بتاعك في انهي اتجاه. يعني مثلا انت عندك دلوقتي المود الاول، ادي هنا ده الواي 3.1 والاكس 1.25، وبالتالي الواي هو الكبير، يبقى اذا الديفورميشن هنا حصل في اتجاه الواي. تمام، هنا الديفورميشن حصل في اتجاه الواي، ده الديفورميشن حصل في اتجاه الاكس. خلي بالك ده، اسف، ده غالبا المود ده روتيشن. تمام، ان القيم في الاكس في الاكس والواي صغيرة، ادي القيم في الاكس والقيم في الواي صغيرة، وبالتالي ده روتيشن تورشن. تمام، ده حصل تويستنج للمبنى. تمام، ده حصل تويستنج للايه، للمبنى. اما المود التاني، المود التاني حضرتك هتلاقي انه الواي كبيرة جدا 94.7%، في حين انه الاكس 5% بس. يبقى اذا ده هيكون هيكون ايه، هيكون المود التاني في اتجاه الواي، او الديفورميشن في اتجاه الواي. المود التالت الكبير هنا للاكس، وبالتالي يكون الديفورميشن في اتجاه الاكس. تمام، احنا ممكن نستغنى عن الاتنين دول ونبتدي نشوفهم على ال 3D للمبنى زي ما هنشوف دلوقتي. ده بقى التوتال ماس، التوتال ماس للمبنى بتاعك. طيب ده برضو عاوز تتأكد منه، هقول لك دلوقتي تتأكد منه ازاي. عاوزين نشوف دلوقتي اللي هو المودل شيب بتاعتي، اللي هو ده اتجاه اكس ولا اتجاه واي ولا روتيشن. زي ما قلنا ان المود الاول من التيبل زي ما احنا شايفين كده ان القيمتين دول صغيرين، وبالتالي ده تورشن في المود الاول، والمود الثاني
هو في اتجاه الواي والمود التالت في اتجاه الاكس. عايز تشوف الكلام دوت جاست ان انت تروح للفيو وتبتدي تقول له، تبتدي تقول له display اسف display ده في التابس results diagram of bars diagram of bars. تبتدي انا عاوز اشوف نتيجة حالة الموديل تمام، وعاوز اشوف الديفورميشن. الديفورميشن ده نتيجة انهي مود؟ نتيجة المود الاول. واقول له apply ابتدى زي ما انت شايف كده اهو، ثواني نظهر المبنى شوية اهو بالشكل ده، انه المبنى فيه ايه؟ فيه تويستنج. المبنى فيه تويستنج، عاوز تبدأ تعمل له ستارت عشان تشوف. تبتدي من هنا تقول له ستارت تمام، تبتدي تشوف ادي المبنى وهو بيحصل له تويستنج قدام حضرتك اهو. تبقى المود الاول هو تورشن او تويستنج. تمام. طيب عاوز اشوف بقى المود التاني اللي احنا قلنا ان هو في اتجاه الواي. لو جبنا المود التاني، بص حضرتك المبنى ماشي ازاي. المبنى هتلاقيه ماشي كده، ركز اهو. بص حضرتك المبنى هتلاقيه اهو ماشي كده، اللي هو ايه؟ اللي هو ماشي في اتجاه الواي. لو انت شفت ادي ده اتجاه الواي اهوت تمام. يبقى اذا المود التاني هو الواي. برضو تعمل ايه؟ تعمل له ستارت كده عشان تتأكد برضو اهوت. بص المبنى بيمشي في اتجاه الايه؟ في اتجاه الواي. خليه كمان مرة. تمام. نشوف دلوقتي مثلا المود التالت اللي احنا كنا قايلين عليه ان المود التالت ده هو في اتجاه الاكس. شوف دلوقتي المبنى هيبقى عامله شكله عامل ازاي. بص المبنى دلوقتي هتلاقيه حضرتك اتحرك في الاتجاه ده، في الاتجاه ده اللي هو هنا اهوت، اللي هو اتجاه ايه؟ اللي هو اتجاه اكس. تمام. تبتدي دلوقتي تقول له ستارت كده، خلينا نشوف المبنى بيمشي ازاي. بالشكل ده، ان المبنى بيمشي في الاتجاه ده اللي هو في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس. طيب خلاص احنا شفناه وتأكدنا من التيبل. عاوزين دلوقتي عاوزين نعرف ايه تاني؟ عاوزين نعرف السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي. سنتر اوف ماس وسنتر اوف ريجيديتي نعرف نجيبها منين؟ جاست ان انت تروح للفيو، تبتدي تيجي تقول له results، وتدخل على stories، طبعا احنا هنا ما عندناش غير مين؟ غير دورين اتنين بس. عاوز اعرف نتيجة انهي كيس؟ نتيجة الموديل تمام. قالك ان انت عندك ده اسم الدور، وادي ده الايه، ادي ده الاليمنتس الموجوده فيه اللي هو من 1 ل 11 ل 13 ل 16 والجو ده، وادي ده لون الدور، وادي ده ال اكس. الطول بتاعه في اتجاه اكس هو كام؟ هو 20.81، والطول بتاعه في اتجاه واي هو 11.5. يعني لو رحنا للفيو كده قلنا له شو اند فورم شيب اللي هو ديفولت ديسبلاي سيتنجز، وشيل لي المش وهات لي فرونت كده، هتلاقي انه الطول بتاعك في اتجاه اكس ده هو ده ال 20 وكام؟ ال 20 و 81%. ولو رحت للطول ده هتلاقي الطول ده هو ده ال 11 وايه؟ هو ده ال 11.5 تمام. طيب نرجع تاني
ادي الستورز اهو من هنا من الستورز، يبقى ال ال اكس كذا. طب ال اي اكس 1 وال اي واي 1 ده نسبه الاكسنتريستي اللي انت مديها له اللي هو 5%. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك جبت الاله الحاسبه كده وابتديت تقول له انا عندي 5 من 100 او 0.05 في كام؟ في 20 81 من 100 اللي هو ال ال اكس، وقلت له يساوي ادالك 1.4 من 100 اللي هو الاي اكس، تمام. لو قلت له عندي 11.5 في 0.05 هيقول لك ان انا ان انت عندك 0.575 اللي هو 0.58، ده الاكسنتريستي في اتجاه الواي، تمام. طيب انت عاوز دلوقتي تعرف السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي، فتبتدي تيجي من values وتيجي تقول له ادي عندك السنتر اوف ماس، قال لك انه ادي اكس واي وزد، في اتجاه الاكس 10.67، في اتجاه الواي 5.2 من 100، في اتجاه الزد 1.1 من 10. ده اتجاه السنتر اوف ماس او سنتر اوف جرافيتي، والار اللي هو سنتر اوف ريجيديتي، تمام. قال لك ادي احداثيات سنتر اوف ريجيديتي، تمام. وقال لك انت عندك هنا الاي اكس 2 والاي اكس والاي واي 2، هو ده مين؟ هو ده ال 5% اللي انت مديهم له، تمام. وعندك الاي اكس نود والاي واي نود، هو ده مين؟ هو ده الاكسنتريستي ما بين الاكسنتريستي الحقيقيه اللي ما بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي. جميل جميل كده، يبقى احنا عرفنا كل الحاجات اللي احنا عاوزين نعرفها نتيجه الموديل، ونبتدي ندخل في الكومباينيشن.